مشاهدينا الكرام، عودة إلى متابعة ملفات الملف الاقتصادي. التحديات الاقتصادية أمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. بدي رحب بضيفي دكتور فؤاد زمقحل، رئيس تجمع سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين واللبنانيات بالطبع في العالم، وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللاذقية. دكتور زمقحل، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبيس، دائما شرف وشغف نكون نحن معك. بحييك وبحيي كل مشاهدين NBN بلبنان وبالعالم. وبالعالم أكيد. كل ما أسألك شو لازم نعمل بالاقتصاد تقول لي اول شيء نشكل حكومه ليكون في حكومه اصيله، تفاوض صندوق النقد. من اين يجب ان نبدا بمحاوله انقاذ لبنان؟ هذه المحاوله الاخيره، هذه حكومه الفرصه الاخيره، وما هي العقبات التي قد على صعيد الاقتصاد التي قد هيك تؤخر عمليه التعافي او خطه التعافي؟ ما في شك انه بهالمنصة بالذات كنا دائما عم نحكي هالكلام، وكنا دائما نقول انه ليه اذا ما في اليوم حكومة تاخذ قرارات نحن بنكون عم نواجه الأزمة الاقتصادية الأصعب عالمية بدون أي أسلحة ولا اقتصادية ولا اجتماعية. اليوم أكيد يكون عندنا حكومة أفضل بكثير من الفراغ وغياب حكومة وغياب القرار، وما لازم ننسى أنه عندنا 13 شهر كلبنانيين بغياب القرار بعد ما الحكومة القديمة استقالت من استقالتها، وهذا اليوم كان كارثة على اللبنانيين إلى مواجهة أصعب أزمة اقتصادية اجتماعية عالمية. اليوم نعم صار عندنا حكومة، لكن بدنا نكون كثير واقعيين. النقطة الأولى لازم نرجع نذكر أنه الذين عطلوا الحكومة والسياسيين، وما شغلتنا أبداً نسمي 13 شهر، بعضهم موجودين وبعضهم عم بيلقطوا خيوط القرار والحكومة بين يديهم. يعني بالنهاية منتخوف ما يكونوا هن نفس الوقت عيصدروا مشاكل هاللي منعوا تشكيل الحكومة إلى داخل الحكومة. إلى داخل الحكومة. فمش هيك بنقول إحنا تفاؤلنا حذر ولازم نحن نسميها. النقطة الثانية، اليوم إذا صار عندنا حكومة بعد 13 شهر أكيد مش من وراء ضغوطات اللبنانيين، لكن بعد ضغوطات إقليمية لبل عالمية، وهذا صار واضح لأنه ما تغير شيء على الساحة الداخلية، لكن تغير شيء على الساحة الإقليمية والعالمية. وبرجع بقول اقتصاديا ما بفوت أبدا بالشق السياسي، اللي سمح إلى إذا بقول ولادة هالحكومة بعد 13 شهر. هلا هيدا شق إيجابي لأنه اليوم هالدعم الإقليمي والعالمي نحن عايزينه إلى نهوض الحكومة ونهوض الاقتصاد ومساعدة أعباء العالم. النقطة الأولى والأولوية للحكومة اليوم، وهذه كل اللي عم يسمعوني، هو مساعدة اللبنانيين بمأساتهم وخف من الذل. عم بقول الخف لأنه منعرف أنه المأساة ما راح يتغيروا من نهار إلى تاني، ومنعرف أنه الذل كمان ما، لكن تخفيفه أكيد بيقدر يساعد حتى 1% كل لبناني عم يسمعنا موجود هون وبالخارج. النقطة الأولى وراح بلش فيها، بركي أنت راح تتفاجأ قبل ما أوصل على صندوق النقد الدولي، بس أقول لك النقطة الأولى وراح لخص لك يوم بأربع نقاط كتير كبار، لأنه كمان بدنا نكون واقعيين. هالحكومة عمرها الدستوري ما راح يتخطى 8 أشهر مبدئيا. بعد 8 أشهر ما فينا كمان نحمل هالحكومة ونطلب منها تقعد تحل المشاكل هاللي لهم 30-40 سنة عم بيتراكموا. بدنا نكون كثير واقعيين قد ما نحن مثل ما قال الرئيس ميقاتي، بدنا نكون واقعيين كرجال وسيدة أعمال وكلبنانيين لهالحكومة. وبرجع بقول لك من واجبنا نعطي اليد العون، لأنه بالنهاية نحن بنفس السفينة، واليد العون هو لكل اللبنانيين. فراح ألخص لك هون بأربع نقاط. النقطة الأولى وبركي المباشرة، هو المفروض من الحكومة تستفيد من هالمظلة الدولية اللي سمحت إلى ولادتها. هالمظلة الدولية برجع بقول لك داخلية إقليمية ودولية، عتقول لي كيف فيها تساعد. النقطة الأولى حان الوقت إنه هالحكومة يكون عندها غطاء ومساعدة دولية إلى مراقبة الحدود. وأنا بهالمنصة بالذات كنا عم نحكي أنا وياك ما بنتخبى وراء إصبعنا بمشكلة التهريب، تهريب المواد الأولية والإنسانية إلى اللبنانيين من المازوت، من البنزين، من الأدوية، وهذا شيء واقع ما عاد شيء بنقدر نخبي. فنحن اليوم وبنعرف إنه هالأمر هو أكثر بكثير سياسي من أمني. فاليوم بهالغطاء الإقليمي والدولي فيها رسميا الحكومة تطلب مساعدة دولية إلى مراقبة الحدود. عتقلي شو بيغير؟ بيغير مباشرة على الحياة اللبنانية، لأنه بنعرف إنه تقريبا من 70-80% من موادهم المعيشية عم يروحوا لسوء الحظ تهريب برات الحدود، مع مبالغ طائلة، يعني بقول لك مبالغ مع مهربين طائلة ومع دعم سياسي من كل الجهات. النقطة الثانية اليوم شو إيجابيات الحكومة؟ نحن اليوم كنا دائما نقول انه اليوم لنقدر نظهر ونواجه اكبر ازمه اقتصاديه اجتماعيه لازم يكون عندنا ضخ سيوله. اليوم نحن بنطبع استاذ عباس ليره لبنانيه، ما بنطبع دولار. هالدولار اللي بده يجي من الخارج كان يجي من 3 موارد معينه،
النقطة الأولى كان يجوا من إخوتنا المغتربين اللي عم يسمعونا، اللي يكادوا يرجع يبعثوا دولار لأي شخص مساعدة من بعد ما وصلوا إلى هالأزمة وحجزت وصرفت وهدرت أموالهم. النقطة الثانية هلو ما كان تجي من المساعدات الدولية. المساعدات الدولية شفنا أنه من بعد مؤتمر سادر اللي هو مؤتمر الإصلاحات، السلطات الدولية وخاصة البلدين المانحة بيعرفوا وقالوا أنه هني كل مساعدات رح يروحوا عبر برنامج إنمائي، برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي. ونحن شفنا اختبرنا أنه تراحوا أساسيين اللبنانيين والحكومة السابقة إلى صندوق النقد الدولي اختلفوا قبل ما يوصلوا قدام الصندوق، وصلوا قدام الصندوق اختلفوا بين أرقام الوزارة مع أرقام اللجنة النيابية مع أرقام المصارف وغيرها. اليوم عندنا فرصة ذهبية يكون عندنا وزير مال هو رئيس تنفيذي سابق لمصرف لبنان، يعني عنده كل الأرقام، عنده كل الوقيع، ما عاد نقدر بقى نقول وقت عنا يوسف الخليل. نقطة تانية ما لازم ننسى أنه عنا كمان نائب رئيس الحكومة اللي هو الرئيس السابق لصندوق النقد بلبنان وبالمنطقة. هذا يعني أنه عنا اليوم دور إذا صار قدرنا بنينا خطة متجانسة فيه نروحوا يبدأوا يفاوضوا بصندوق النقد الدولي. أكيد يكون عنا أشخاص ما بكفي، لكن اليوم ما عاد في مثلا تبادل أرقام، ما عاد فينا نقول أنه مصرف لبنان ما عطانا أرقام أو عطانا أرقام. يعني اليوم كل إذا بدي أقول لك كل هالخطوات أو اللي كنا نتخبى وراهم مش موجودين. هذا اليوم بمهد الطريق، وأنا بدي صارح كل اللبنانيين أستاذ عباس، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من بعد الخبرة الدولية خاصة مع بلدان المنطقة ما بتصير بشهر ولا باثنين ولا بستة، لكن بتروح إلى مراحل. أول شيء لازم نروح كلنا سوا كلبنانيين مجتمعين مع خطة إنمائية، خطة إصلاحات واضحة بتقول ولا إصلاح واحد اثنين ثلاثة وأربعة. الصندوق النقد الدولي بعد ما شفناه كيف اشتغل بأبروس أو كيف اشتغل باليونان أو كيف اشتغل خاصة بمصر، شفنا أنه بيطلب اليوم إصلاحات معينة، لكن على الدولة اللبنانية تنفيذها، على الدولة اللبنانية ملاحقتها. ما بتصير لحاله الصندوق، ما رح ينزل على الأراضي اللبنانية ولا يعمل حواجز ولا يلحق. نقطة الثالثة ورجع بقول لك اليوم الصندوق في أموال جاهزة، لكن على القليل لازم يكون في بوجهن إصلاحات. البلدين المانحة ما رح بقى تعطي الشيك بلا رصيد مثل ما صار ببريز واحد واثنين وثلاثة. نحن اليوم نعرف انه هالبلدين المانحة جاهزة، في تغطية وفي مظلة دولية، وبنعرف انه في دول بالاخص عم بيساعدوا وعم بيساهموا بهالموضوع، لكن بالوجه لازم يكون في خطة متجانسة ملاحقة، والحكومة تروح مجتمعة برجع بقول بالاشخاص اللي اهلهم اليوم قبل بكرة الى صندوق النقد اللي هو ناطر الى بعد التفاوض، واقل شيء يردوا للبنانيين قسم من حقوقهم. يعني كما قلت انه عن وزير المال ونائب رئيس الحكومة، يعني انت تقول هناك فريق جاهز اذا توفر الإرادة لمفاوضة صندوق النقد الدولي. يعني بتمنى يكون في إرادة، اذا بعد كل هالأزمة بعد ما في عنا إرادة وعنا الأشخاص، يعني اليوم هيدي كارثة. وبرجع بقول ما عاد في حجج بقى حدا يتخبى وراهن، ويكون هالفريق متجانس واحد، وعم بقول هيدي بالشق الإيجابي. النقطة الثالثة وبركي هي من الأهم، يعني ما حان الوقت يا أستاذ عباس أنه اليوم هالحكومة تاخد قرار واضح بموضوع الدعم. وبرجع بقول على المنصة بالأخص كنا نحكي أنه بالنهاية يصارحوا اللبنانيين إذا في أموال يكفوا الدعم فليكن، يعني ما في حدا اليوم بيوقف، لكن بكفي نهار بنقول دعم، بكفي الحرب البسيكولوجيكية والنفسية على اللبنانيين، نهار بيوقف الدعم وآخر نهار برأينا شايل الدعم، واليوم عم بنبيع بالسوق السوداء بأضعاف أكثر من الدعم. طيب ليه القرار الأول تجي الحكومة وتصارح اللبنانيين إذا فيها تكفي الدعم اللي أنا بشك بتقول بأي أموال، وبتمنى ما يكونوا عم بيمسوا بما تبقى من أموال اللبنانيين والمودعين، لأنه مش معقول نعطيهم من إيد ومناخد من إيد تاني. وفي حال وقف الدعم اللي هو اليوم الحل المنطقي لسوء الحظ، بقول لسوء الحظ لأنه ما عاد في اليوم الإمكانية لتكملة الدعم، يصير اليوم قبل بكرة مع خطة أكيد اجتماعية واضحة لمساعدة اللبنانيين وكل اللبنانيين، لأنه كنا نقول نحن اللبنانيين اللي تحت خط الفقر لسوء الحظ من آخر أرقام البنك الدولي صار 75% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وإذا انعملت اليوم بطاقة اجتماعية الكل بده يستفيد منها لأنه الكل ما عاد عنده قدرة يكفي. النقطة الرابعة مثل ما قلت لك ما لازم ننسى أنه هيدي حكومة انتخابية بامتياز، وحكومة انتخابية بامتياز يعني اليوم عندها واجب ومسؤولية كتير كبيرة تنظيم الانتخابات بموعدها المحدد والدستوري. النقطة الثانية يكون انتخابات أكيد شفافة ونزيهة بمراقبة دولية،
واكيد بتمويل وتبقول تمويل تمويل اللوجستيه للانتخابات، لانه بنعرف انه نحن اليوم ما فيك تعمل انتخابات بدك مين يمول الصندوق الاوراق وغيرها. واكيد انا فيني اقول لك انه الامم المتحده جاهزه اذا في مطالبه مباشره. فهالاربع نقاط مثل ما بيقولوا بالانجليزي كويك وينز، يعني اليوم هول اللي عم نحكيهم اذا بلشوا تنفيذهم بيقدروا ببعض اشهر يعطوا نتيجه مباشره على حياه اللبنانيين. يعني برجع بقول لك اليوم اذا هل فينا نحققهم للكويك اكيد فينا، لانه هالاربع نقاط صدقني بدهم اشهر، بدهم 100 يوم. بدك اقول لك شيء دائما بنقول نحن الحكومه فيها بعد بتفرجي نجاحاتها بال100 يوم. ال100 يوم الاول هي اهم شيء بكل اذا بدك نهج جهيد بنشوفه نحن بامريكا بكل انتخابات. فاليوم هالاربع نقاط عم بقول لك اياه هون بيقدروا يتحققوا مباشره الا اكيد اذا اخذنا هالمشاكل وصفى اليوم كل وزير او كل شق سياسي بده يعمل معركته الانتخابيه من ضمن الحكومه. وهذا شيء ممكن لانه في قرارات استاذ عباس غير شعبويه اليوم. القرارات لو كان صندوق النقد او رفع الدعم او رفع الضرائب وغيره هو غير شعبويه، بس على القليله بيردوا بعض السيوله الى الدوله اللبنانيه وبيردوا الكرامه الى اللبنانيين. هالاربع نقاط بتمنى الكل الموجود اليوم يسمعنا وبيبلش يطبقهم ببرنامج واضح ويقدروا يقسموا الادوار. بتمنى وانا واثق انه اليوم الاشخاص اللي تولوا الحكومات اللي تولوا اليوم الوزراء بيقدروا اليوم كلهم سوا يقدروا يشتغلوا وينشوا البلد. ما بيدير ندار لحاله، ما بينترك البلد 13 شهر وقتها عم نواجه اكبر ازمه اقتصاديه اجتماعيه. هيدي جريمه اقتصاديه بحق اللبنانيين. واليوم شوية أكسجين صدقني شوية أكسجين بيرجع بين هذا الاقتصاد. وراح أقول شغلة لأنه كتير بنسأل عليها، شو بموضوع الأموال المودعين؟ اليوم أموال المودعين يا أستاذ عباس ما راح يقدروا يرجعوا إلا إذا أعدنا الدورة الاقتصادية. إذا أعدنا البيع والشراء والتصدير والاستيراد ورجعنا لبنان المنصة الاقتصادية. وبرجع بقول لك هيدا ممكن. واليوم شوية ضخ سيولة وشوية ثقة من جهة تانية فينا نعيد الدورة الاقتصادية. بس برجع بقول لك اليوم في امتحان كتير كبير للحكومة. وبقول لك بالأيام القادمة، بسمي أيام، ما رح نعطي بقى أسابيع ولا أشوف. بالأيام القادمة دكتور تحدثت عن أربع نقاط وتخوفت من القرارات غير الشعبوية وتخوفت من البازار السياسي قبل الانتخابات لعرقلة الإصلاحات ببعض الملفات. عندنا ملف ترسيم الحدود مهم جدا جدا، عندنا ملفات الإصلاحات لطالبة صندوق النقد منذ زمان، وعلى رأس قطاع الكهرباء تحرير سعر الصرف، كمان بالإدارات العامة إلغاء في موظفين وهميين وغيرها من الأمور، ومنع التهريب كمان. هذه كلها مطالب من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي وأيضا مطالب الشعب اللبناني. فينا نحققهم بمئة يوم؟ بس انا قسمت لك اياهم ما بدي اياهم. بس بقول لك اليوم مراقبه الحدود لحالنا بقول لك ظهري لا مباشره، مش لانه نحن ما عندنا القدره، مش لانه نحن الجيش ما بيقدر، لانه بنعرف انه مشكلتنا سياسيه بامتياز وما بنفوت فيها. اليوم وقت اليوم الحكومه اجت بمظله اقليميه ودوليه، اذا طلبت رسميا المساعده الى مراقبه الحدود ما بدي اكثر رسميا، ما بيخف التهريب 50%؟ أكيد إيه. طب إذا خف 50% هل يخف وين بده يروح؟ بده يروح إلى اللبنانيين. شو عم نطالب؟ نحن اليوم إذا راحت الحكومة بكرة بلشت تفاوض الصندوق النقد، عم لك بدأت تفاوض الصندوق النقد وعطته مشروع إصلاحي حقيقي وبلشت تنفذه بالأسابيع والأشهر القادمة. ما بنقول إنه من هون لشهرين ثلاثة بيكون في ضخ سيولة معينة؟ أكيد. بدي رح لك أبعد من هيك. طب نحن اليوم بطل سر إنه اليوم في ضخ جاي من صندوق النقد مليار ومئة ألف دولار هولي من برنامج متجانس لكل دول العالم ما بعد الوباء، هذا غير المشروع الإصلاحي. طب اليوم هالأموال وين راح يستثمروا؟ إذا عم نستثمرهم لنسكر العجز راحوا، إذا عم نستثمرهم لنقدر ندفع شو علينا راحوا. هو الأموال لازم يستثمروا بأصول ثابتة مثل معمل كهرباء، مثل مستشفى، لأنه إذا استعملناهم اليوم إلى تكملة الدعم هي جريمة، وإذا استعملناهم لدفع الأموال التشغيلية بيكونوا بيتبخروا ببعض الأشهر. فاليوم عندك اليوم موارد موجودة فيك تضخهم فيك تساعد. وبرجع بقول لك حرام 100 مرة لهالزل لهالشعب اللبناني اللي بطل يسحق، ولسوء الحظ بقول لك لسوء الحظ بلش يتعود لهالمأساة. يعني وصلنا استاذ عباس على محل انه هلا بيعبي بنزين بيطلع بضحكه وبيكون عمل شيء ممتاز. وصلنا على محل وين يعني عم نحارب للامور البديهيه الانسانيه مثل الدواء مثل الاستشفاء مثل البنزين، ونحن من اهم شعوب في العالم. وبرجع بقول لك ورح ما زلنا
دكتور انا مني خبير بالاقتصاد، انا على طريق. انت خبير بكل شيء استاذ عباس. انا بقول كنت انه ما فينا نجيب غربال ونصب فيه مي، وانت قلت كمان اذا بدها تيجي هاي المصاري وتروح مثل ما كانت تروح قبل ما حنقدر افضل ما يجوا. الافضل ما يجوا. وين رايك اذا فات دولارات على البلد يجب ان تستثمر؟ شوف لك شيء بالنقطة الأولى، إذا عليك هالدولارات لأنه حسب كيف جايين، إذا إجين هالمساعدات من الصندوق النقد لإعادة النمو، لإعادة النمو بدك تقدر تعيد الدورة الاقتصادية. صح. ما هن جايين ببرنامج 600 مليار. نعم. 600 مليار عالميا. إذا فاتوا اليوم برجع بقول لك بمزاريب الدولة اللبنانية، برجع بقول لك قد ما كانت النية ما رح نعرف بأي طريقة ينصرفوا، وعنيجي بعد شهرين ثلاثة يتبخروا. وبرجع بقول لك أكبر غلط نعمل نقدر نستثمرهم بتكملة الدعم، لأنه لسوء حظ 80% من الدعم ما عم بيوصل للشعب اللبناني. يعني عم كفيك إذا بدنا نروح نستعملهم لسكر العجز، طب ما عجزنا تقريبا 100 مليار، يعني مليار ما غير شيء. إذا النقطة الأولى هو بلش استعملهم لأصول ثابتة، عم بقول لك أصول ثابتة، قلت لك نبلش شيء. أكبر اليوم رهان على اللبنانيين ما هو موضوع الكهرباء. طب نحن ما استأجرنا بواخر 10 سنين، بما دفعناه ما كان فينا نشتريهم. يعني هيك لأعطيك مثال، أنا بتمنى يكون استثمارهم بأصول ثابتة، أصول ثابتة اللي بيصير ملك الدولة اللبنانية، يعني ملك الشعب اللبناني. لأنه إذا استثمرناهم بأصول متحركة بدهم يروحوا يتبخروا، لأنه أنت اليوم بس سوق الصارف لحاله عم يروح. أنا بقول لك الكهرباء موضوع واحد، الاستشفى موضوع تاني، مساعدة المستشفيات الحكومية منه شيء لازم بقى نفكر فيه. يكون عنا ناس عم بيموتوا على أبواب المستشفيات الحكومية بامتياز قبل ما أحكي بالخاصة. أنا مع مساعدة، برجع بقول لك بدك أقول لك أكثر من هيك، أنا مع نستعملهم للتعليم، للمدارس العامة، للجامعات العامة، بس برجع بقول لك مش مساعدات لكن إعادة تأهيل. منا مقبول نفوت على الجامعة اللبنانية نشوف انه اليوم ما في ضوء ما في كمبيوتر، منا مقبول لانه ما في استثمارات. فهول عم بقول لك نحن الاستثمار الكبير بده يكون اكيد بالكهرباء، بده يكون بالاتصالات، بده يكون بالعلم. انا هون عم بقول لك هذا استثمار اصول ثابته يكون عندهم مردود مباشر. نعم. على اللبناني. واكيد برجع بقول لك مع تدقيق، وهيدي بدي شدد فيها، تدقيق داخلي وتدقيق خارجي بطلب من الحكومه، لانه بتعرف تقدر الحكومه ما تعمل تدقيق، وهيدي بتكون واضحه لانه هول الاموال عم يروحوا مباشره بصندوق النقد، منه حتى هو ملزم يطلب تدقيق، لانه هول الاموال لازم يعرفوا اللبنانيين انه هول الاموال من هالبرنامج الدولي. فاليوم فيها تفرجي اليوم النيات الصافيه الحكومه اللبنانيه وتقول انا رح اطلب تدقيق داخلي وخارجي على هالاموال. نعم. انت عميد كليه اداره الاعمال بشرف. اي لبنان بلد صغير قد حي بأحد الدول، كشركة كيف يمكن أن ندير لبنان حاليا دكتور؟ إذا اعتبرت طيب. شركة أنت عندك شركة مفلسة، شو بتعمل؟ لا أقول لك شغلة، رح أقوله بابتسامة لأنه مرة كتبت مقال لبنان شركة شين ميم ميم، يعني شركة من دون مسؤولية، مش مساهمة لبنانية. فهيد لبنان لسوء الحظ انديرت مثل الشركة لسوء. نعم. الحظ. والكارثة اللي انديرت انه كل المساهمين بهالشركة ضلوا يشيلوا منها أموال وما بحياتها عملت أرباح دولار واحد. الشركة لو بتعمل أرباح بتضل قد ما سرقت منها بتضل ماشي، بس اليوم شركة 30 سنة بتسحب منها وبترجع لورا ما بتوصل. أول شغلة لأنه سؤالك بمحله، وقت بتاخد شركة يعني نقول شبه مفلسة، ما بحب أقول لبنان مفلس لأنه لبنان بعده غني جدا. لا لبنان منه مفلس، وبرجع بقول لبنان منهوب. هيدي أنا بحب أنه بتقولها، بس بدي لك أكثر من هيك، بس بدي زيد على كلامك أستاذ عباس. لبنان بعده لهالدقيقة من أغلى بلدان العالم. نحن بننسى ننسى أنه لبنان بعده بيملك نص الأراضي، عم بحكي الدولة اللبنانية. لبنان بعدها بيملك كل الشركات المنتجة مثل الكهرباء، مثل المي، مثل الاتصالات، مثل المطارات، مثل المرافق. لبنان بعده بيملك ذهب بفوق 15 مليار. لبنان لبنان النفطية. لبنان كبلد بعده بلد غني، لكن أكيد عنا أزمة سيولة كتير كبيرة، وعنا أزمة إدارة وشفافية. سألتني اليوم كشركة، إذا شركة متعسرة عن سامية متعسرة شو؟ أول شغلة استاذ عباس سوء الحظ، وقت بتاخدها بتغير مجلس إدارتها، إذا كان مسؤول أو غير مسؤول بتغير مجلس إدارتها. بدك تغير الجواب أحسن من فل. عم بحكي عم بقول لك كشركة. أنا سألتني كشركة، أنا ما حكيت عن السياسة، سألتني سؤال محدد وأنا عم جاوبك بكل وضوح وشفافية ومحبة. مجلس إدارة فشل. أول شغلة بتغير مجلس إدارته، وعم بقول لك وقت بتاخذ شركة. نقطة تانية بتجرب ترجع تضخ فيها سيولة، لأنه اليوم إذا مفلس بدك تضخ فيها سيولة. نقطة ثالثة بترجع بدك تبني، ترجع تعمل إذا بدك
علاقات اندماج وانخراط، لانه اليوم هالشركه اذا وصلت لهالنتيجه نعم. يعني فيها اساس. اذا انت اليوم هالشركه متعسره وانت رجعت اخذتها وخليت نفسها اللي عسروها قاعدين هن عم يديروها، طب ما فسرت ليه ما ديروها اخر 30 سنه نعم. عم خبرك اياها بطريقه كثير واضحه بموضوع الشركه. هلا انت اخذها وحتى بتاعتك بدنا نغير رئيس مجلس اداره، نغير الخطط كلها مش رئيس عفوا كل مجلس ادارته، ما انا حددت لانه مش قصة رئيسه، لا رئيس مسؤول، لكن كل مجلس اداره كمان مسؤول، ما عنده مسؤوليه. لا ما قصدت انا بس رئيس عن لا كمان لا يفسر كلامنا غلط. أكيد. مجلس الاداره الذي فشل يتحمل مسؤوليه، مجلس الاداره هو الجميع الموجودين حاليا في البلد يتحملوا مسؤوليه ما قالت اليه الامور، ووصلنا لهيدا الوقت، ولكن ما قادرين نغير. ليك ما قادرين نغير، اوكي كثير منيح ما قادرين نغير، بنجيب شركه تدقيق على الشركه، شركه التدقيق حسب شو هدفها. شركه التدقيق كمان هيدي لازم نحكيها بطريقه وضوح. اليوم شو هو التدقيق الجنائي؟ هات لنفوت نحط صبعنا على الجر. التدقيق الجنائي قبل ما نكون جاي حاسب، التدقيق الجنائي ما بيحاسب، التدقيق الجنائي على القليله بيعطيك شو الارقام، لانه نحن ما ننسى انه عنا حرب الارقام. مسيز عباس لحد اليوم حدا يقدر يقول لي تقريبا قديش رسميا عنا اليوم بعد احتياط بمصرف لبنان، قديش رسميا باقي من ودائع؟ ما حدا بيعطيك اياهم. طب كثير منيح التدقيق، اول شغله بتعمله بشركه متعسره بيعمل لك تدقيق ليعطيك ارقام واضحه تقدر تبني عليها، تقدر تبني عليها الاصلاح. نقطة تانية تدقيق ايه بيقول لك اذا صار في اذا بدي لك شبهات معينه بيقول لك، وبالنهاية السلطات القضائية بتلحق مش التدقيق بيلحق، يعني الناس عم بيقولوا مزبوط او لا. فبرجع بقول لك ما لازم نخاف، اليوم التدقيق واجبه الاول يعطيك ارقام شفافة وواضحة لتقدر تبني عليها. ما فيك تبني على اوهام، ما فيك تبني بدون ما يكون عندك اذا بدك الاساس والاسس الواضحة. فاليوم برجع بقول لك بكل الشركات العالم، ما في شركة بالعالم ما اجت بصعوبات، ما في دولة بالعالم ما واجهت صعوبات، وبسمي لك هون. لكن النقطة الأولى أول شيء واجهتها بطريقة واضحة، وواجهوا الأزمة وعملوا إدارة للأزمة واضحة، وعطيك كل البلدين. هيدا نحكي بلدين المجاورة، ليه ما ننسى اليوم موضوع قبرص؟ ما قبرص قبلنا بكم سنة شفنا الكارثة بمليار دولار من الصندوق اليونان. هلا بوسك على اليونان، قبل اليونان، لأن اليونان رح نقول اتحاد أوروبي، رح أقول لك مصر. طب اليوم مصر هاللي عم يسمعونا اليوم كانوا يشتغلوا بالمصر، كان في عندهم أزمة سيولة بعد أكثر من لبنان، كارثية مزبوطة ولا؟ بس شو صار؟ إجا اليوم إجا رئيس أوتوكراتي، إجا قال هول الإصلاحات، هول تنفيذهم، قاموا ببرنامج كتير واضح مع صندوق النقد الدولي، نفذوا لحقوا، وروحوا اليوم شوف النمو اللي قدروا بينوه ببلد كبير لكن صديق إلى لبنان، مع مشاكل كانوا أصعب بكتير. ما ننسى المشاكل اللي كانوا على الحدود، المشاكل الإرهابية اللي واجهوها وغيرها. فاليوم نحن نعم عندنا الحل، ولبنان أهين، لأنه لبنان بلد 6 مليون شخص وليس 100 مليون. لبنان اليوم ببعد الضخ من السيولة نرجع مننا، لكن برجع بقول لك أكيد لازم نحن الإدارة تكون إدارة رشيدة، يكون عندنا حوكمة، يكون عندنا تدقيق، ويكون عندنا محاكمة، بكون عندنا محاكمة ومليحة أستاذ عباس، لأنه نحن عم نضلنا نحكي والكل عم بيحارب أوهام، لكن على الأرض ما منشوف شيء. واللي بيدفع الثمن مش هو المسؤول. فبقول لك نعم، برجع بقول لك انا اليوم ما بقول متفائل، لكن اليوم في عندي حماس كبير انه اليوم في قرار، في فرصه ذهبيه، في اهتمام دولي، بننسي دولي واقليمي اللي سمح الى خلق الحكومه. الحكومه ما صارت من وراء مساعدات داخليه، لكن صارت من اشهر، صارت من وراء هالمظله الاقليميه والدوليه، برحب فيها لانه هالنفس المظله بدها تساعدنا بتنفيذ الاصلاحات، بدها تساعد إلى مراقبة الحدود، بدها تساعدنا إلى ضخ السيولة، بدها تساعدنا إلى تحضير برنامج متكامل متجانس مع صندوق النقد الدولي وتنفيذه لنقدر نضخ سيولة. هولي كلهم صدقني قد ما مبينين صعبين بيقدروا بثلاث أشهر، يعني ثلاث أشهر من اليوم، وبتمنى ارجع روح على نفس البلاتو ونتحدى أنا وياك هاللي قلناه، ونقول والله هالأربع نقاط تنفذ منهم 20 أو 30 أو 40%، وبتشوف انه اذا تنفذ قسم منهم شوف كيف حتتغير وتنعاد كرامه اللبنانيين اللي هن بحقها. وبرجع بقول لك الاولويه اليوم اولويتنا، لانه بنحكي اقتصاد ونحكي اولويتنا، بتعرف شو هي وحياتك اذا بتسالني؟ هي اعاده كرامه اللبناني. حرام 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 دكتور. اللبناني يرجع يتسول لحقوقه. نحن خلص الوقت، بس عندي سؤالين بتمنى يعني بسرعه تجاوبني على كيف بدنا نروح على صندوق النقد ونحن على الطريقه اللبنانيه عم نحاول نتحايل ارقام من هون، ملف مضروب من هون. هيدي
انتبه اليوم كنائب رئيس حكومه برجع بقول لك مدير سابق مش مفروض يعني بيعرف تعاطى بهال يعني انا بشك يعني يكون هالتعاطي بالتغيير. ما ننسى عم نحكي نائب رئيس حكومه واكيد رئيس حكومه هل هو رجع عمل مع التجارب السابقه صارت ما شفنا النتيجه برجع بسمي ما انتبه هالفرصه اللي عنا اياها كرئيس اقليمي رئيس تنفيذي سابق لمصرف لبنان يعني عنده كل الارقام وبيعرف شو صار ما عاد بنقدر نقوم وتما اعطوني واعطوني يعني اليوم هل اذا بدك التجانس الموجود اذا مزبوط في نيه اكيد بنروح على صندوق النقد هل اللي منه مهضوم انتبه انا شو قلت انا تفاوض مع صندوق النقد صندوق النقد ما راح يعطيني مصاري ببلاش صندوق النقد اليوم وقت ببلش ينفذ اصلاحاته موجعه حتكون موجعه وبرجع بقول لك في اصلاحات عنقول قادرين في اصلاحات عنقول مش قادرين بس اقول لك شو مش قادرين وتنقول قادرين اذا قال بنعمل اصلاح الكهرباء اكيد بدي اعملها اليوم قبل بكره اذا قال لي اليوم بدي اعمل اصلاحات معينه بتدقيق بدي اعمله اليوم قبل بكره اذا قال لي بدي اعمل اصلاحات بالضرائب هون بقول له بدك تطول بالك على الشعب اللبناني اللي بعده عم بينزل فهمت كيف يعني هون اسمه المفاوضات لكن استاذ عباس بنروح بمشروع متكامل متجانس وبنروح بشغله كثير مهمه بصوت واحد مش بصوتين بنروح صوت واحد يعني الحكومه القطاع الخاص المجتمع المدني بنروح كلنا سوا لانه نحن ببخره وحده مزبوطة او لا نعم. فبنروح وبنعرف انه ما عندنا حل ثاني لسوء الحظ بقول الا عبر صندوق النقد الدولي مؤقتا واكيد هيدي بيساعد اعاده الدور انا بدي اقول لك شيء بركي اول مره بقوله انا ما بدي اليوم اعاده البناء واعاده الدوره الاقتصاديه يصير فقط عبر صندوق نعم. بدي صندوق يعطينا مثل ما بيقولوا نقطه الانطلاق يرجع يعطينا شويه اكسجين عندنا هالمريض على الارض عم بيموت لكن اللبناني والقطاع الخاص اللبناني واللبنانيين والريديين هن رح يعيدوا الدورة الاقتصادية الحقيقية وشفناها كيف عم بيواجهوا الأزمات بالعالم. يا ريت ما طلبت منك تختصر طولت أكثر بالجواب بس ما بدي أسألك سؤال باختصار لو سمحت شو هي المخاوف اللي أنت هيك هواجسك أنه ما تقدر الحكومة اقتصاديا تقوم بواجباتها أكيد العرقلات السياسية يعني شو عندك مخاوف؟ ليك مخاوف كتير بسيطة وهلا لك يا أول شيء إنه شلل ما كان برات الحكومة نرجع نلاقي جوات الحكومة لأنه منعرف إنه هذا كان شلل انتخابي سياسي معين وبقول لك برجع أقول تصفية حسابات نشوف شو جوات الحكومة أكيد هذا بخوفني ومثل ما شفناها 13 شهر فينا نشوفها بعد 6 جايين وهيدي بقول لك يا على صوت عالي نقطة تانية بتخوف كمان بنفس الوقت إنه هالحكومة تبلش تجرب ونرجع نروح تتحول إلى حكومة انتخابية وكل واحد بده يعمل حملته الانتخابية من ضمن هالحكومة وهيدي أكبر كارثة فينا نشوفها حملة الانتخابية بتصير مع الشعب ما بتكون من ضمن الحكومة هيدي حكومة تنفيذية مباشرة بدها تاخذ قرارات صعبة سريعة تنفذها وبرجع بقول أولوية مساعدة العالم وحتى لو لازم تجتمع كل يوم انتبه هيدي اليوم العادي نجتمع مرة بالجمعة أو مرتين ما بكفي الحكومة لازم تجتمع كل يوم من 8 إلى 8 وإذا لازم 24 ساعة مع هم واحد وبند واحد كيف تحسن حياة اللبنانيين وتخفف الذل اختصرت هالمرة اختصرت هيدا الجواب آخر جواب لأنه خلص وقتنا دكتور فؤاد زمكحل عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة اليسوعية ورئيس تجمع سيدات ورجال الأعمال اللبنانيات واللبنانيين في العالم شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية وبدنا نكمل مع الحكومة وأملنا بهيدا الحكومة أكيد. ومع هذه الخطط الاقتصادية وخطط التعافي شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام شكرا لحسن المتابعة وفاصل ونعود إلى الملف الأخير